بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 164 من كورس فيجوال بيزك دوت نت فورم سبارت. بفضل الله عاوزين يا جماعة نبتدي مع الرسم. واحد يجي يقول لي رسم ايه يا عم انت تهرج؟ لا انا ما اقصدش الرسم ان احنا نفتح برنامج البنت ونقعد نشخبط ونلعب زي العيال، لا خالص ما اقصدش كده. انا اقصد ايه؟ اقصد حاجة تاني خالص. اقصد ان احنا نتأسس في الرسم ونعرف اهميته. فعايزين قبل ما نبدأ يا جماعة ندردش مع بعض شوية. بص مبدئيا يعني المفروض انك انت مدام وصلت لمرحلة انك انت تتعلم بروجرامينج، انت اكيد المفروض تكون عارف اصل الكمبيوتر، صح؟ يعني الكمبيوتر زمان كانوا هما يعني طموحهم او اقصى طموحهم ان هما يعملوا آلة حاسبة، مكنة او حاجة تحسب عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة، بس كده. لكن هما ما كانوش يتخيلوا ان فيما بعد تحصل حاجات تفاصيل كتير جدا مش لازم نذكرها دلوقتي. التفاصيل دي ادت ان هم يكتشفوا ان الكمبيوتر ده حاجه زي ما هي معانا دلوقتي كده، حاجه فيها كل حاجه، واخد بالك؟ فالكمبيوتر اصلا كان عباره عن مشروع تعمل بيه حسابات. بعد كده اتطور، بعد كده بقى حاجه تاني خالص. اتطور بقى ايه يعني؟ بقى حاجه بتكتب فيها وبتطبع منها. بعد كده اتطور اكتر لغايه ما وصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي ومراحل تانيه بعد كده، وهي حاجات انت شايفها يعني، ولذلك بتسمى ايه؟ واجهات رسوميه، صح؟ GUI، واجهات ايه؟ واجهات رسوميه. واجهات رسوميه اصلا هي اللي مخليك تستخدم الكمبيوتر دلوقتي، هي اللي بتخليك تشوفني وانا بحرك الماوس. البنت ده ما هو ايه؟ ما هو واجهه رسوميه. ما هو كل اللي قدامك ده رسم. الويندوز ده ما هو ايه؟ ما هو رسم. قائمه ستارت اللي انت بتلمسها دي ايه؟ ما هي رسم. فيس بي سي والكلام ده كله، ما كل ده رسم. رسم مبرمج. رسم تم برمجته علشان ينفذ اوامر معينه. يعني هو عارف منين ان انت لما تروح تلمس الحته دي فبتعمل كده. رسم يا باشا، رسومات. انا بس بعمل ليه كده؟ علشان اعرفك اهميه الرسم. الرسم مش لعبه، لا ده الرسم ده قصه تانية خالص. الرسم قصه تانية خالص. هو انت لما يكون عندك برنامج، واخد بالك، برنامج طالع لك مثلا بالمنظر ده، شاشه كده، صح؟ مش دي البرامج اللي احنا بنعملها يا جدعان؟ والله انا غلطان. شاشه كده وفيها من فوق البتاعه دي كده الشريط ده، والشريط ده فيه من هنا ثلاث زراير، واخد بالك؟ واحد اكس والتاني مربع والتالت، ما كل ده رسم. وفيها ايه؟ فيها كلام ليبل وفي تكست بوكس قصاد الليبل والكلام ده، ما كل ده ايه؟ ما كل ده رسم يا جماعه. كل ده رسم. رسم يعني مش زي الدوس، مش كتابه، هي مش كتابه، مش زي الكونسول اللي احنا اشتغلنا عليه في الاول، مش كتابه، لا ده كل ده معمول بالرسم ومخطط ليه. امال اتعمل ازاي؟ برنامج البنت اللي انا برسم لك عليه ده ما هو ايه؟ ما هو اصلا واجهه رسوميه بترسم، بتخليك ترسم، تمسك الماوس وترسم عليها، واخد بالك ازاي؟ ده انت لما تكون عايز تطبع حاجه، نفترض انك انت عايز مثلا تطبع فاتوره، مش بتحط هنا لوجو وتحط هنا شويه كلام وديباجه وتسطر كده وتكتب اسم العميل وتقول كذا 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 والاجمالي كذا، صح؟ مش بتعمل انت كل الكلام ده؟ الرسم مهم جدا. انت لازم تكون عارف اهميه الرسم، ومش اهميه الرسم كده وخلاص، لا تبقى يعني مثلا انا عايزك تكون مدرك شويه حاجات. زي ايه مثلا؟ لو انا مثلا جيت ورسمت لك شكل زي ده مثلا، تعالى كده خليه فل مثلا، خد بالك، لو انا رسمت شكل زي ده كده ماشي، اعمل له فل. لو انا رسمت شكل زي ده كده، الشكل ده
انا عايزك تبقى فاهم حاجه مهمه جدا، حاجات مهمه جدا ماشي. حاجات زي ايه؟ زي مثلا اجي اقول لك هات كده الفرشه، هاجي اقول لك ايه ده كده، ايه ده كده العرض اللي هو الويدز، العرض عرض الشكل اللي انا رسمته، عرضه عرضه خلاص. ده كده ايه الطول اللي هو الهايت. المفروض ان الحاجات دي تبقى مش جديده عليك، حاجات عاديه بالنسبه لك. ليه؟ لان انت اشتغلت معايا في الفورمز وشفت ظبطنا الويدث وظبطنا الهايت والكلام ده كله، والليفت والتوب دول مهم ايه؟ ما هم الاكس والواي، اللي هو ايه يعني، اللي هو لما اجي اقول لك البعد بتاع الشكل ده من الحافه اليسرى، يعني من هنا لهنا، ده ايه يا جماعه؟ ما هو ده اكس. ده ايه؟ ما هو ده اكس، ده اكس، واخد بالك؟ والواي، الواي اللي هو ان انا اقول لك بعده عن الحافه العليا اللي هو كده من هنا لهنا، ده كده ايه؟ ده كده الواي، واخد بالك؟ الحاجات دي لازم تكون مدركها معايا، بفضل الله لازم تكون مدركها معايا جدا وعارفها كويس جدا، واخد بالك؟ تكون عارفها صم، تكون فاهم، تكون فاهم ازاي ترسم فيما بعد ان شاء الله هنتعلم، واخد بالك؟ لكن عايزك تهتم بيه، رسم، رسم بجد، رسم بنخطط له، رسم بننظمه، رسم بنفكر عشان نرسم اللي احنا عايزينه بالظبط، رسم بنحسب له علشان يطلع بشكل دقيق الى اخر هذه الامور. فالموضوع مش لعبة يا جماعة، الموضوع مش لعبة. علشان كده حبيت اتكلم معاكم في هذه المقدمة البسيطة، بحيث تكونوا عارفين اهمية الرسم بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.